بعد اذنك طال عمرك. تحت امرك الله يطول لي بعمرك. ابو سعود احنا نعرف طال عمرك اليوم ودوم طال عمرك اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا بسم الله. اللي يذكر اسمه يوقف يجيني. اوكي اللي يذكر اسمه ايش يجينا. طيب طيب اول صوت بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله. اول صوت تعال يا علي مناحي. سهل. اول صوت كان من نصيب علي مناحي. باقي 9 اصوات. بسم الله. شو؟ طيب الصوت الثاني العلي مناحي. لا تعمل الغارة. طيب طيب الصوت الثالث. الصوت الثالث زين. العلي مناحي. لا اسف. الصوت الثالث وتفضل معي فضلا وليس امرا تعال يا عبد الله الجنيبي. استاذ هذاك لا ما يمون الغارة ولا اخذنا من حشا. لا اعلان. اعلان في احد اسمه اعلان هنا يتفضل. طيب طيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. باقي الحين 3 اصوات. باقي صوتين وراح نخفيها ونطلع عليها الجمهور. يلا بسم الله بسم الله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بسم الله. قف. لا افتح الجوال افتح الجوال. طبعا الصوت الرابع صح؟ كلها تسلسل. الصوت الرابع إلى علي مناحي. ما بمشي خلوه تعرفوني فيه. طيب حتى غيرك. وين جمهورنا؟ وين جمهورنا؟ ابي الكاميرا. وين جمهورنا؟ هذا الصوت الخامس والاخير بعدها راح يكون الصوت للجمهور. ابو معدي. حلو. ابي هي ابو معدي. تعال يا وتفضل معي. فضلا وليس امرا يا فؤاد عبد الله. هي 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 كاميرا هي هي هي. طيب صوت الفؤاد وثلاث اصوات العلي وصوت العبد الله الجنيبي. الحين ما راح اذكر الاسماء. الجمهور راح يدري. ممكن يفوز واحد منكم وممكن يفوز واحد منهم. حلو. من الغاره. حلو. طيب جمهورنا العزيز اكتب. طيب اوكي هذه كاميرتي. لبي جمهورنا العزيز اكتبوا اسماء الناس اللي انتم تبونهم بسحب قدامكم. طيب ابغاه يوضح في الكام. اقدر يوضح الجوال في الكام. طيب نعم عليك. اوكي نبدا. خلي يحدث لان معي الكاميرا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حلو. هذا الصوت الاول له ويستاهله. حلو. اوكي باقي 4 اصوات. طيب هذا الصوت الثاني. حلو. اوكي كم باقي لنا 3 اصوات.
طيب هذا الصوت الثالث ولا الثالث إيه؟ حلو هذا الصوت الرابع ما قبل الأخير لا ببدأ برفع صوت الأخير حلو هذا الصوت الأخير حلو هذا الصوت الأخير طبعا التصويت انتهى وعرف فارس الجمهور عطني دقة القلب طيب أنا بنادي اسماء وأنا أعتذر اللي ما ناديت اسمه حلو متعب الرقعان تفضل معي محسن السباعي تفضل معي محمد جامع ريان الساهري اعطوني الاسم زياد بن شري ناصر الصلف طيب طيب اعطني كاميرتي هذا هذول الاسماء اللي كانوا الأقرب بعضهم جاء تصويت وبعضهم ما حلف الحظ لا بس كافي حلو جمهورنا العزيز الله يبيض وجيهكم على كل شيء والله انكم ما قصرتوا ودي اشكركم من هنا ليوم الفناء والله انكم ما قصرتوا بيض الله وجهكم والله يجزاكم خير فارس الجمهور لهذا الاسبوع هو يستاهله شوي بعد اذنكم شوي بدخل من بعد اذنكم طيب فارس الجمهور لهذا الاسبوع هو انس الميموني خلينا ناخذ صريح محمد جامع في حال انه كان فارس الجمهور لك ايش حاب تقول؟ اقول انا واخواني واحد وكل ما اكيد يبغى هذا اللقب يزيد معنويته ويزيد قوته وان شاء الله انه انا لكن كلنا كافيين ان شاء الله الله يوفقك يا رب العالمين جزاك الله خير زياد ان كان اخواني وكان جايني انا زياد البخار الله يوفقنا جميعا محسن الفوز فوز للجميع يا ابو سعود الشك دايل هذا واضح ما يحتاج الدعوه يا طويل العمر الدعوه يا طويل العمر منافسه وان جاتنا الاسبوع هذه فهذا رابع لقب اخذه وباذن الله اني قدها باذن الله ما تنام عينه وفالكم التوفيق كلكم فؤاد اقول الله العظيم توفيق لي وزملائي سواء اخذها من اللي جالسين ولا من الشباب يستاهلون كلهم باذن الله ناصر الصدق والله الصدق الكلام عليه الصدق ان كل بينا اخوان اللي بياخذ الامر احنا معاه عالين جدا انا بصدق بس اخلي فادي يصرح بلساني كفو يروح ما دام باقي على وجه زمان سعد شير بس سعد نعم عبد الله جنيبي مرحبا يا ركان اقول الفائز منا كنا فايزين جميع الواحد يمثل الجميع والله اللي تستاهلون الله يطول عمرك ريان قول احنا بمنافسه وكلنا كلهم بماري لكن نقول ان شاء الله ما عندنا الله يجعل فاتك انت في كلكم باذن الله لبيك ما ناخذ الا الاول دائما نحب نلعب استاهل
كلهم يستاهلون وكلهم نجوم وكلهم ثابتين اسمهم ونجوم بالدرع وبلي الدرع. ألف مبروك لصاحب فارس الجمهور. له بث 20 دقيقة في جاكو و10,000 نقطة. طيب لسان حاله يقول شو يقول؟ مخرج عطني الكاميرا هذه بعد إذنك يا مخرج. لسان حاله يقول شو يقول؟ يقول اللي انتصرت أصير للنصر تذكار واللي انهزمت أرفع مقام الهزيمة أنا علي مناحي. راكان المبدع راكان النجم العالي راكان الصبيين الفخر ربنا الجمهور راكان المبدع راكان المبدع راكان الصبيين na 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 na